فاندرلخت، ويمكن من افضل فترات حياتي على الرغم ان انا كنت بخاف البس في رقم 10 لانها مسؤوليه كبيره، ولكن من افضل الموسمين اللي لعبتهم في حياتي فاندرلخت وانا لابس رقم 10. فكرني بتوفيق الدين، لك ايه راجل بيتعرف من كرافتته، اللعيب بيتعرف من فانيلته. انا يمكن ارتباطي برقم 17 ارتباط كبير، حتى يمكن من كثر ارتباطي خلاص ما بقتش اعرف اغير الفانيلا بتاعتي. فلما جيت رحت اندرلخت هم صمموا ان هم يلبسوني 10، هم اللي صمموا ان يلبسوني، انا كنت عايز 17 فقالوا لا احنا عايزينك تلبس رقم 10. كنت قلقان جدا، وكنت يعني مسؤوليه كبيره رقم 10 ده، ولكن الحمد لله. انت تحب نسيب رقم 10 ولا نحذفه؟ لا هنسيب رقم 10 طبعا، ونحذف نحذف. فضل عندنا 5 اسئله، تعال دوس على رقم 1. ده اول سؤال، دوس على الرئيس احمد، هو مش عايز يفتح معاك ولا ايه؟ بس السؤال الاول، هل تعتقد ان ظهور احمد حسن في الاعلانات لمصلحه اللاعب احمد حسن؟ ده جزء طبعا مكمل النجومية طبعا. انت راجل محترف اكيد طبعا، ولكن المهم انك انت تعرف تختار الحاجة اللي انت بتظهر ليها. لو حاجة كويسة وحاجة يعني شركة كبيرة وشركة هي بتضيف لك وانت بتضيف لها، اعتقد ان ده جزء مهم واكيد بتضيف ليا. بتضيف ليك كلاعب ولا كنجم؟ لا بتضيف لي كنجم طبعا مش كلاعب، لاني كلاعب مش هتضيف لك حاجه، مش هتضيف لك فنيات، مش هتضيف لك مثلا مهاره، مش هتضيف لك، لا هي بتضيف لي كنجم مش كلاعب. استفاد في حاجات كتير، انك انت جزء من نجومتك الناس بتستغل، يعني بتستغل اسمك لانك انت راجل نجم، فبالتالي انت بتعلن عن المنتج. بس اهم حاجه اختيار النجم نفسه، يعني انك انت تختار حاجه فعلا يعني انت تظهر فيها بشكل كويس وهم كمان يظهروا بشكل كويس. هل لما بتعمل نتيجه سيئه وده امر عادي يوم فوق ويوم تحت، الاعلانات دي بتستفز جمهورك؟ يقول لك طب هو بيتدرب امتى؟ واحمد حسن بيتدرب امتى؟ اكيد السؤال ده بيتسال لك كتير. والله لا مش كده، هو طبعا موضوع الاعلانات طبعا يمكن انت ادرى مني بالناحيه الفنيه وكده، هو الموضوع ما بياخدش وقت طويل، ودايما ان الشركات المعلنه هي بتبقى عارفه ارتباط اللاعب، فدايما التصوير الاعلان او كده بيكون في وقت، ده وقت يا اما وقت الراحه بتاعك يا اما وقت الاجازه بتاعتك، فما اعتقدش ان الموضوع بيبقى له علاقه. وان كان طبعا بيبقى فيه بعض التعليقات اوقات لما بيكون اعلان مش بشكل يليق بالنجم، ممكن بقى بتلاقي بعض الحاجات اللي فات اللي بتخرج الناس مثلا بيبقى فيه يعني حته طريقه على الاعلان، ولكن في حد اتريق عليك؟ لا هو انا صادفني طبعا اكيد مشاكل، ولكن قالوا ايه؟ لا طبعا هو يمكن بص الحمد لله يمكن انا بعرف احسن اختياراتي كويس قوي، وبعرف افضل بشكل اللي هو ما يفرقش ليا، ومع الشركات اللي فعلا هي بتعليني وبتستفيد مني وانا كمان بستفيد منها. ولكن طبعا المشكله اللي يمكن قابلتها هي طبعا حته اعلان احد شركات المحمول، وكان في اخر الاعلان كان في كلب كده موجود جوه العلبه، فهو فكره الاعلان ان انا يعني بعلن عن الشركه، وفي النهايه فكره الاعلان عيد ميلاد ان انا بوصل لابني وبدي له الهديه بتاعته هي الكلب وكده. فحصل طبعا ان احد الاعلاميين اني يعني قال ان الكلب ده بيمثل نادي الزمالك وكده، وكلب ابيض رغم ان الكلب ما كانش لونه ابيض خالص. وطبعا كان خدت وقت طويل في الاعلام، ان مشكله كبيره طبعا، ولكن عمل يعني مشكله كبيره. احمد حسن، السؤال الاصعب، هل تقبل تدريب نادي الزمالك؟ طبعا يعني لازم نبقى مفاجئين، انك انت راجل محترف ودي مهنه، فيبقى انا شايف ان مفيش فيها مشكله خالص. تقبل وتحب ان حسام حسن السنه الجايه يدرب فريق النادي الاهلي؟ والله يعني انت بتحطينا في اسئله صعبه. رمضان كريم. بتاع
ما معيش فقط مع بعض هنحلها. حلها ازاي يعني؟ بس في حاجات ما تتحلش. الحل من عند ربنا. ايه الصورة دي؟ مصر كلها صارت حقها بدراع. ايه يا عم حاجة؟ استفدت من الوزارة؟ ورحمة أبويا. ما تمنيت أبقى وزير. قولي احنا مش عندنا وزير مسمين أبو لمعة في يوم الأيام. هو إيه المشكلة يعني؟ العصاية اللي أنت شايلها دايما دي سببها السياسة. أنت بتحرجيني يا عم على فكرة. أي حاجة هتقولها لي هقول لك حلها. مفيش حل. انا بكتب عشان قارئ وحش، بكتب للسلطه والحكومه. احنا اسمنا مصر. لازم الحاكم وزير الصحه. بتقول حاجات واللي بيحصل حاجات اخرى، فكل وقته له اجابه. انت تقف وقول انا حبيبت الحكومه. لا مش فاهمك يا شباب. هتستحملي الاجابه؟ هستحمل الاجابه دي. يا فرحتي بالدكتوراهات ملهاش قيمه خالص. صوت العرب من القاهره. شباكنا ستاير حرير. ايه المشكله ان انا اقول ان انا عندي مشكله؟ فين بتلاقي المشكله وحلها؟ ما فيش غير مطرح بلسوس واتحرق وما اتعملش تاني. الحكومه بتقول كلام واللي بيحصل غير؟ فله فله. ولا حاجه قلتها في برنامج قبل كده، طب الحل ايه؟ حسن، السؤال الأصعب. نشوف السؤال اللي بعده جاي يعني في توقيته. هل تقبل تدريب نادي الزمالك؟ والله هو يعني طبعا يمكن انا كان السؤال اللي قبليه طبعا يمكن احنا قلنا ان عامل مشكله طبعا كل احترام وتقدير لكل لجميع نادي الزمالك، ولكن السؤال تبادل في الوقت الحالي يعني مش يعني صعب الاجابه عليه دلوقتي، وان كان فيما بعد كل شيء واجب طبعا، ولكن تدريب نادي الزمالك لسه لاعب كوره في الوقت الحالي ولسه ما اتجهتش اصلا لمجال التدريب وما عادش اذا كنت هتجه لمجال التدريب او مش هتجه، فصعب الاجابه عليه في الوقت الحالي، ولكن لو سلكت سلك التدريب اعتقد ان من الجايز وليه لا، يعني انا شايف ان مفيش فيه مشكله خالص. فهمت من عينيك انك تقبل تدريب نادي الزمالك. هي طالما يعني لازم نبقى مفاجئين انك انت راجل محترف ودي مهنه، فيبقى انا شايف ان مفيش فيها مشكله خالص الوقت يعني انا شايف، ولكن في الوقت الحالي الموضوع صعب طبعا لان انا لسه لاعب كره قدم في الوقت الحالي وما خدتش الاتجاه اللي فيما بعد بعد اعتزال كره القدم، هل الاتجاه هيبقى للتدريب او للاداره او للاعلام، فلسه يعني ما حددتش بالظبط. يعني الموضوع احيانا ما بيبقاش لون الفانيلا بقدر الاحتراف. اكيد طبعا يعني وده اللي لازم نبقى فاهمينه ان فعلا احنا الاحتراف ده يعني لو قدرنا ان احنا نطبقه اعتقد ان هيفيدنا في حاجات كتير. ياما مدربين كتير مثلا انا في النادي الاهلي في الوقت الحالي، ياما مدربين كتير في مدربي النادي الاهلي، لعيبه كانت في النادي الاهلي دلوقتي ماسكين انديه ثانيه زي مثلا انديه المصري والاتحاد والاسماعيلي والزمالك اعتقد ان هم لما بييجوا يلعبوا النادي الاهلي بيبقوا عايزين يكسبوا لمصلحه فرقتهم، وهو بيحب النادي الاهلي. بالمناسبه بفرض يعني بما ان مش مهم لون الفانيلا، مش مهم في الاحتراف اي حاجه، تفتكر تقبل وتحب ان حسام حسن السنه الجايه يدرب فريق النادي الاهلي يرجع يعني لموقعه الاصلي؟ والله يعني انت بتحطينا في اسئله صعبه، الكوره اسهل. لا طبعا بص، هو طبعا كابتن حسام حسن بنتمنى له التوفيق طبعا، راجل يعني من الناس العناصر اللي انا شخصيا انا قلت قبل كده ان استفدت منها جوه الملعب، و يعني هو زميل ليك طبعا، اكيد زميل ليا وعشت عمر طويله مع المنتخب مع بعض، اتمنى له كل التوفيق. ولكن السؤال ده يتسال لمجلس اداره النادي الاهلي. بس انا برضو بسال كابتن النادي الاهلي. لا والله بص يعني هي المساله في الاول وفي الاخر مساله عرض وشرف، وزي ما انت بتقول هي مساله احتراف في الاول وفي الاخر. اذا النادي الاهلي والله
ولا لا؟ انا ما عنديش مشكله طبعا، انا ما عنديش مشكله بالعكس. يمكن ترتاح للشغل مع حسام حسن؟ اكيد طبعا ما عنديش اي مشكله خالص، لان انا زي ما قلت لك انا عشيته وهو لاعب كره قدم. نفس الحكايه انا متاكد ان هو مدرب كويس، لان هو بيحب شغل.